السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا المشاهدين المتتبعين القناة، كنعطيكم بعض المعلومات على كيفاش الإنسان يحفر البير وما يحفرش البير غير عشوائي، هكا كيلحق يحفر بلا ما يبقى يضيع في راسو بلا ما يقلب. دارو الإنسان ما خصو يقلب، يجيب الناس اللي كيعرفوا اللي عندهم خبرة بالتقلاب ديال على المياه الجوفية. ما يمكنش يلحقوا بدي يحفر بيرو والبير كيطلع غالي الماء بعيد شوية، وكيخصو ما يضيعش راسو. انسان يدبر داك الشيء، يدير التدبير، يعني يدير التدبير ما يلحقش يحفر هذاك البير ما يصيبش فيه الماء وهو ضاع الضيع. اللهم الانسان تيقلب. كاين هذا السيد الله عمره دار، اي واحد قلب ليه كاين الماء الكافي، الماء الكافي. وحنا غادي نشوفوا في اخر الفيديو ان شاء الله السيد راه قلب لنا البقعه ديالنا وراجلنا الحفاره، حفرنا تبارك الله. داك الشيء هو هذاك، انتما كيف كتشاهدوا السيد راه كيعطيك جوج ويدان، راه كيعطيك الملتقى، كيعلم كيقول لك واجي من هناك واجي من هناك صافي. والحفاره هي جناها من بعد واحد المده 20 يوم باش قلب لينا جنة الحفاره. هي هذه في واحد الظرف قليل، يعني 8 سوايع 10 ساعات سوايع 10 سوايع كتحفر لك طلع لك البير. هي هذه كتشوفوا 22 سنتيم العرض ديال البير. هي كيزك هذا الراس، الراس كيحفر كيضرب واحد ميدان ديال الراس، كيدير في بلاصتو، كيدير في بلاصتو القادوس ديال تقريبا ديال 30، كنقول تقريبا ديال 30 كبر من الراس. عادة كيسر الخدمة وكيحفر وكيحفر الماء والصابون وكيسير العمل. وشحال تقدر تحفر من ميتر بدار 30 سوايع؟ ثلاثة سوايع حضرت لي هنا، ثلاثة سوايع دارت 45 متر حرارة، مع الحرارة شفت الحرارة بزاف. عاد سوايع اللي خدمو في النهار دارت 45، الغد ديجا وكملو تبارك الله، شي دار مزيان حتى كاين الحرارة. الحرارة هي خلاتهم يوقفو على أنا كنت خدمو في سوايع، بعد ما كان راه كيسخن كعارف الشمس 48 ولا 50 درجة، 48 تقريبا الله أعلم هذيك النهار كان حار بزاف. خدمت سوايع وصافي باش نمشي للحرارة، الغد ديها عاد جاو كاملين. يعني مازال ما فرطش الماء، غادي تفضل الماء الأخرى كيتشهد داك الماء والصابون داك الماء ديك كيحطها برميل كيهود الماء هذاك. تبارك الله غادي مزيان، يعني راه البير كله كله ديك المدة اللي استغرق 8 سوايع ولا 9 سوايع، كله البير 109 متر اللي درا في تسعة سوايع ولا تما. كيكون الماء الكافي من كي يقول يكون الماء كافي تلقاو الماء كافي؟ لا، لقاو الواد الاول قال لك هذا الماء راه كافي، لقاو سيدي على 80 81 تقريبا لقاو الواد الاول حيت هو عطاك هذاك اللي كيقلع عطانا ملتحق. شكرا لله هذيك الساعة قلت الماء الكافي، الماء الكافي على 80، ولكن عاود زاد لقى واد اخر ثاني على 97. دوك الواد الاخر غادي نشوف واش دوك راه تقريبا فايتين البشار، البشار على 33 البشار، هما راه تقريبا فايتين 45، فايتين 45 حيت داكشي ما فرشات. المهم راه من راه فيه تقريبا ومحفلو تا ولات فيه شي 66 متر كل ما يعني هو كيخدم مزيان بالنسبة لها. تبارك الله يطلع شوية رخيص ولا زيد في الثمن مثلا؟ واخا يكون الثمن هذا زيد كيسهر بيك، نهار واحد كتصبح بالبير ديالك جاهز، يعني مدة قصيرة. مدة قصيرة. وبالنسبة للي كيحضر البير دوك راه الماء الكافي، هذه اللحظة راه الماء كافي. دوك هنا خدا كتشوف الخواط داك الشيء راه الماء كافي، علاش؟ حيت طالع الغيس، طالع الغيس وقلت الماء مخوض، يعني راه كاين الماء كافي. ولكن بعد لحق واحد الواد حبسهم قال لك عاد عندك الماء كثير كيردم كيطيح لنا داك الردم والرملة والحجر كيهبط فوق الفاس. ومن غنحفروا البئر مثلا بهذا الآلة اش كيطلب من انواع ديال الشعاب؟ واش كيخدم القادوس؟ كي هو البير في العرض ديال البير 22 متر 22 سنتيم في العرض، و ديال 18 قادوس ديال 18 هو اللي كيركب الجبل.
وباش من موتور كيخدم اش من هذا خدم غير بندير ليه غير المحول والبومبا ديال الضوء يمشي ندير ليه 15 عاود ايه وطلع مزيان طلع مزيان ان شاء الله دوك تبارك الله وصل لنا في الموقف دوك فيه الماء كافي الماء كافي اللي قال لي في البومبا ديال 15 عاود كفاية ولا بدك تختار مثلا في البومبا ديال حسب المهم هو قال لك راه البومبا ديال 15 راه كافي تبارك الله تيجي